طيب دلوقتي نيجي بقى، المرض بيتنقل ازاي؟ المرض الفيروس بيتنقل، والمرض بيتنقل ازاي من ايه من ده لده؟ يعني هنتكلم. بس الحقيقه قبل ما اقول، احنا طبعا اتفقنا ان البرنامج بتاعنا برنامج طبي وثقافي في المقام الاول. ثقافي يعني ايه؟ يعني المفروض حضراتكم بتاخدوا المعلومات، المفروض انا بقولها الى حد ما شبه كامله، ما اقدرش اقولها كامله لان الموضوع هيبقى كبير قوي في اي مرض يعني، وفي نفس الوقت يبقى في تعقيدات علميه كتير. فاحنا بنقول اللي يهمنا كثقافه، فعشان كده استحملوني لما نيجي نتكلم على حاجه بعيد عن المرض، هي في قلب المرض بس ما بقاش مباشر، وفي نفس الوقت ايه يعني معلومات ظريفه هتستفيدوا منها. طريق اللي عايزين نقوله ان اول حاجه الفيروس، قبل ما نقول طريقه انتقال المرض، الفيروس بيصيب الشخص السليم من الشخص المصاب بيبدا من اليوم السابق لظهور الاعراض. يعني مثلا نفترض دلوقتي واحد خد الفيروس دلوقتي، الاعراض هتظهر بعد بكره، بكره يبتدي هو ينقل الفيروس من غير ما يعرف لا ده ولا ده، لا المريض عارف ولا السليم عارف. كويس. اكتر فترات الاصابه بالفيروس من المريض للسليم بتبقى في اليوم الثاني والثالث من الاصابه. الاطفال اكتر من الكبار جدا في نقل العدوى حتى قبل ظهور الاعراض بفتره، وبعد كده كمان لما يصابوا يبقى يقعدوا اسبوعين كمان ينقلوا العدوى غير الكبار خالص. فناخد بالنا من ايه من الحته دي. طيب لما نيجي نتكلم بقى عن انتقال المرض، قبل برضو ايه معلومه كده صغيره كده نتكلم عن الفيروس ايه بتاع الانفلونزا شويه. الفيروس او اي فيروس ده بيبقى دقيق الحجم جدا، بالنسبه للانفلونزا بيتراوح قطره بيتراوح من نص مايكرو مليمتر لحد 5 مايكرو مليمتر، او نقول ايه من نص مايكرو لحد 5 مايكرو. المايكرو مليمتر عباره عن ايه؟ 1 على 1000 من الملي متر. بمعنى ايه؟ لو ساعتك كده جبت مسطره وشفتها السنتي متقسم ل 10، ال 10 دول ال 10 المسافات ديت كل مسافه عباره عن ملي. اقسم بقى المسافه دي على 1000، قسمها كده ال 1000 يطلع قطر. شوف تخيل، سبحان الله، حاجه يعني لا بتتشاف الا بميكروسكوبات عاليه التكبير، يعني ممكن نكبر 100,000 مره اكتر علشان الفيروس يظهر، عشان نبتدي ايه نعمل عليه دراسات ونعرف ايه التفاصيل وايه بالظبط. فهذا المخلوق اللي يعني تقريبا شبه يعني مش موجود، شبه مش موجود، سبحان الله، يعمل الاصابات الفتاكه دي كلها. وزي ما بيقولوا كده ايه، يحط السر في اضعف خلق، وده اضعف خلق. وتخيلوا بيعمل وبائيات شكلها ايه. العطسه الواحده اللي بيعطسها اللي عنده الفيروس بتاع الانفلونزا، العطسه الواحده بتطلع 40,000 فيروس. طب تخيلوا انتوا بقى لو 40,000 فيروس بقى وعندنا 40,000 واحد مثلا، يبقى كلهم اتعادوا، يبقى معنى ذلك ايه؟ في اباده للبشريه كلها من الايه، من الـ 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 الفيروس الدقيق ده. انما من رحمه ربنا، من رحمه ربنا برضو بخلقه، ان الفيروسات دي بتبقى ايه حجمها الى حد ما كبير. ال 40,000 دول بيترسبوا في طبقات الجو السفليه، يعني واحنا قاعدين كده يترسبوا لتحت، اللي بيبقى فوق كده في مستوى الانسان بقى انفه وكده التنفس، يعني مكان التنفس، بيبقوا قليلين جدا. ودي من رحمه ربنا علشان ما يبقاش في العدوى، ما تبقاش بالطريقه دي، والا تبقى مهلكه فعلا البشريه. اللي عايزين نقوله بقى طريقه الانتقال بقى، الانتقال بين الفيروس من المصاب للسليم مباشرة عن طريق العطس. واحد كده في وش واحد يروح عطس ولا بيحط ايده، ولا التاني بيودي وشه بعيد يروح عطس في وشه على طول. الفيروس يا اما يخش عن طريق العين او الانف او الفم، انتهى الموضوع. او استنشاق هواء ملوث بالفيروس، واحد يعني هنفترض بس واحد في اخر عربية مترو مثلا عطس وطلع ال 40,000 فيروس دول، لو فضلوا ماشيين لحد اخر واحد في العربيه، لو فضلوا ماشيين واستنشق فيروس واحد بس، انتهى الموضوع برضه. او عن طريق ايه؟ الكحه، واحد بيكح في وسط ناس برضه بيطلع الفيروس اللي هيبقى قريب منه، ممكن يلقطه بسهوله جدا. او للاسف الشديد بقى من العادات السيئه، البصق يعني بالبلدي كده التف، يقعد يتف تقوم هو ماشي بالشارع، ولو هو مصاب برضه ممكن ايه هينتشر في الجو برضه يسيب ايه الناس. دي نمره 2. نمره 3، ازاي بيتنقل؟ عن طريق الايه؟ الايد بقى. الايد ممكن تنقل الفيروس لصاحبها لو
الانسان السليم دوت مسك ايده كده وقعد يدعك في وشه، في عينه، في مناخيره، في بقه، وايده ملوثه، لو في اي فيروس انتهى برضو ايه الموضوع، هياخد المرض على طول. وده يجي ازاي؟ حتى بالسلام، احنا طبعا متعودين نسلم ونحضنهم بوس حلو كده، ومش عارفين اللي قدامنا مريض ولا مش مريض، او مصاب بالانفلونزا او مش مصاب بالانفلونزا، يعني الايد نفسها. طب بلاش كده اهو، بلاش انسان قدامنا خالص، ولا هنبوسه ولا هنيجي ولا هنحضنه ولا هنسلم عليه. واحد واقف في المترو او في اي وسيله مواصلات ماسك العمود عشان ما يتهزش، يعني واقف ثابت، وكان في قبليه مثلا واحد او اتنين او تلاته ايه عندهم الفيروس واتنقل لهم في الايد، وبعدين مسكوا العمود، التاني برضو مسك العمود قام لاعب في وشه، انتهى الموضوع. في البيت المريض مسك اكره باب، زرار داس على زرار نور، اي حاجه من الحاجات ديت، كوبايه ميه، ازازه ميه، والكل بيتناول حلو كده. المهم كله في الموضوع ان الايد الملوثه لازم يبقى فيه بعد كده احتكاك، يا اما مع العين، يا اما مع المناخير، يا اما مع البق، لازم. اما لو فرض ان الايد ملوثه وما جاش هنا هوت عند الجزء ده خالص لحد ما يغسل ايده، انتهى الموضوع، ما فيش اي مشاكل. الفلوس، الفلوس الورق مشكلة كبيرة جدا. أنا بصراحة أنا آسف في اللي بقوله، يعني أنا بشوف ناس أحيانا بتتعامل مع الفلوس الورق ديت معاملتها مع المنديل، يعني يمسح بيها عرقه، وأنتوا عارفين بقى كمان كلام من ده. يعني ده بالنسبة لفلوس الورق، تلا واحد مصاب بقى، شوفوا بالفلوس بقى كام واحد بيتداولها، هيديها لده وده، يديها لده وده، يديها لده، وكله هيقعد يلعب برضه في وشه، انتهى. يبقى شوفوا العدوى تبقى شكلها ايه. وعلشان ايه يعني الحته دي برضو هنقول معلومات كده ايه بسيطه، هنقول معلومات بسيطه قوي عن الفيروس خاصه بموضوع الاسطح والحاجات دي، برضو ايه معلومات ظريفه كده. الفيروس بتاع الانفلونزا بيفضل يعني على قيد الحياه، او بيفضل حي كده وصاحي من يوم ليومين على المعادن اللي هي اللي احنا قلنا زي المقبض، الباب والزرار النور، المعادن والبلاستيك والحاجات ديت، بيقعد من يوم ليومين. يعني اذا لو واحد لوس اي حاجه من ديت لمده يومين، وارد او ان واحد ايه سليم يصاب. بيقعد المناديل اللي هي التيشوز ديت اللي هي مناديل ورق، يقعد صاحي عليها لمده 15 دقيقه، يقعد صاحي على الجلد بتاع البني ادم 5 دقائق. اما بقى المزاج بتاعه الكبير قوي، الاماكن ايه اللي فيها لزوجه بالتحديد كده، هو الغشاء المخاطي المبطن للانف او الفم او الحلق، دي بقى المزاج بتاعه قوي. يقعد 17 يوم صاحي، يعني في الانف يقعد 17 يوم صاحي، في الاماكن اللي قلنا عليها يقعد 17. عشان كده الموضوع بتاع العطس والكحه والكلام ده في منتهى الخطوره، اخطر من اللي فات كمان. علشان كده برضو بنقول للي عنده انفلونزا او حتى نازل برد بقى عاديه بالمره، وبيعني بيتمخض، ينشف مناخيره كويس قوي، ينشفها كويس طبعا بدون ما يجرحها، ينشفها كويس قوي علشان ايه يخليها جافه. جافه يعني ايه؟ يعني بنقلل كميات الفيروس اللي موجوده فيها، وممكن كمان ايه البعض يتقتل ايه تلقائي كده، لانه ما فيش حاجه يتغذى عليها او يعيش فيها كده ويرعرع فيها. برضو من المعلومات الظريفه بالنسبه لفيروس الانفلونزا، بالنسبه لانفلونزا الطيور بالذات اللي بسبب انفلونزا الطيور، الفيروس دوت ممكن يعيش في درجه حراره متجمده، يعني درجة حرارة تحت الصفر بمراحل، في القطب الشمالي والقطب الجنوبي والاسكيمو، او في الفريزر حتى بتاع الثلاجة او الديب فريزر مثلا، يعيش فيها لو هو موجود، يعيش لدرجة التجمد وما يحصلوش حاجة، واول ما يطلع او يتنقل لمكان ادفى شوية يبتدي ايه يرعرع تاني. طب ايه اللي ممكن يقتله الراجل دوت او الفيروس دوت؟ التسخين لدرجة 56 درجة مئوية والمدة 60 دقيقة متواصلة، يعني ساعة متواصلة المية تبقى 56 درجة. يعني مثلا لو فرض بقى عندنا فرخة يبقى لازم نعملها لمدة ساعة كاملة، هتتخري طبعا وهتبقى بايظة، انما هي دوت علشان نقتل الفيروس اللي موجود فيها لو كان موجود فيها.